السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو السابق تكلمنا عن Object Detection، سوينا مثالين بسيطين جدا. اليوم أو فكرة هذا الفيديو أننا بنسوي بنكتب برضو برنامج لل Object Detection لنفس الموديل اللي استخدمناه بالأمس، لكن بنعطي أو بنستطيع نحن نتحكم بال Object Detection بشكل أفضل بكثير. خلونا نبدأ. عشان نبدأ في برنامج اليوم، في مكتبة تسمى الأوبن سي في. مكتبة الأوبن سي في مختصة بالمرئيات أو بالويب كاميرا، بالكاميرا في الريل تايم أو بالصور إلى آخره، بجميع المرئيات. بحط لكم الرابط في الأسفل اللي يحب يقرأ عن هذه المجلة. مجلة قوية جدا وتستخدم تقريبا في الإيميج بروسيسنج بشكل أساسي. هنا لو جينا للمجلد اللي استخدمناه أو اللي بنستخدمه اليوم، نفتح السي ام دي زي ما احنا عارفين. نفس نسخة البايثون اللي استخدمناها بالأمس اللي 3.9. اليوم بنحتاج ان احنا بنحمل مكتبة الاوبن سي في. نكتب اوبن سي في شرطة بايثون ونستناه يتحمل. انا تقريبا حملتها من قبل فهي منصبة عندي بدون اي مشاكل. الكود اللي استخدمناه بالأمس لو تتذكروا كان هذا الكود، بسيط جدا. خلينا حتى نخليها ولا فولس. كان كود بسيط جدا، اسم المجلد تيست او اسم الملف البايثون، بايثون تيست. بيفتح الكاميرا وبتشتغل الديتكشن الخاص بالبرنامج اللي هو 80 كلاس اللي تكلمنا عليه. عفوا، في خطأ، وبكلم هنا في خطأ. images don't exist، انا ما اريد images، عفوا اريد صفر. يشغل الكاميرا على اساس امس استخدمنا مجلد الايمجز، مو مشكلة بيشتغل الان. في الان بيشتغل. طبعا ما بيظهر الا الليبلز او الاجسام لان احنا ما سوينا له show labels. خلينا نخلي هذا show labels true ونسوي run. الفكرة هنا لما حاب انا عندي يكون مشروع وحاب مثلا لو ظهر جسم معين، حاب الكود يعمل عمل مختلف او الى اخره، صعب اني اسويه في هذه الحالة لانه كل شيء بيشتغل من داخل هذا السطر البرمجي او من هذه المكتبة، فهي ما بتعطي تحكم كبير للمستخدم. فزي ما شفنا امس هذا بيعطي تنبؤ خاطئ، هو ليس جيدا جدا بما فيه الكفاية، لكن هذا الموديل الموجود انا كانسان عفوا. وزي ما شفنا امس هذه القارورة باطل الى اخره. انا بسكر بحرف الكيو يتسكر، سكرته الان. هذا الكود خلاص اللي ما بنستخدمه طبعا. بعد ما نصبنا مكتبة الاوبن سي في، بعلمكم فقط اولا كيف تفتحوا الكاميرا بدون ذكاء اصطناعي، بدون موديل، بدون اي شيء. كيف تفتح كاميرا الكمبيوتر عن طريق مكتبة الاوبن سي في ولغة البايثون. انا كتبت كود بسيط جدا اللي هو هذا. اولا نستدعي مكتبة الاوبن سي في، هي اسمها سي في 2. تستدعي المكتبة، بعدها تحدد الكاميرا. هذا السطر بيحدد الكاميرا اللي بيستدعيها البرنامج. الكاميرا اللي بيستدعيها البرنامج هي لأن الكاميرا تبع الجهاز الأصلية في العادة يكون رقمها صفر، فنكتب هنا صفر. لو عندك كاميرا جانبية شبكتك ذا على الكمبيوتر بتكتب واحد أو اثنين حسب الكاميرا، تبحث عن رقم الكاميرا الموجودة في الجهاز. بعد هذه الخطوة السطر هنا بيتأكد هل الكاميرا اشتغلت أو لا، هل هي مفتوحة أو لا. فهو بيشوف إذا هي ما انفتحت عندنا هنا في البرنامج بيعطيك خطأ ويكلمك إنه إيش، لم يستطع فتح الويب كام اللي هي كاميرا الجهاز. في حالة انه اعطاك هنا الخطأ البرنامج بيتوقف. في حالة انه ما اعطاك خطأ واصل، انا سويت هنا بعض الاعدادات، يعني حجم الفيديو اللي بتصوره او اللي بيصوره الكاميرا كم ممكن يكون، سويت العرض 1280 في الطول 720. تستطيع تغيير الاعدادات زي ما تحب، وهنا عدد الفريمات. بعدين هنا انا ما بشرح كل شيء بالتفصيل على الاوبن سي في، انما بحاول حتى لو تفهم شيء بسيط عشان بنستخدمه وين في برنامج الاوبجكت ديتكشن.
الأوبن سي في لها فيديوهات خاصة تماما. هنا فقط بنقرأ في كل لحظة، بنقرأ صورة، لأنه إيش الفيديو هو عبارة عن صورة، أو الفيديو تقريبا في كل ثانية في المتوسط عبارة عن 25 فريم، 25 صورة. فهنا هذا بيكون يأخذ الصورة في الوايل لوب، وعلى طول هذا بيعرضها في شاشة الفيديو. فهذه العملية تتكرر بسرعة كبيرة جدا، فيبين لنا أنه فيديو، وبالأصل هو عدة صور متتالية. فلو أسوي الآن هنا ران بايثون، اسم لازم تركز على اسم الملف هنا اللي هو اوبن سي في ويب كام. هلا أسوي له حتى سيف. أول ما أسوي بايثون اوبن سي في ويب كام، بتلاحظ أن الكاميرا هي اللي بتشتغل بدون ذكاء صناعي، هذا بدون أي شيء، فقط أنا أوصل الآن الكاميرا بالبرنامج. فتلاحظ أن الكاميرا الآن اشتغلت بدون أي مشاكل، فبتصورني طبيعي جدا. لو تطفيها من هنا ما بتطفيها، لازم تضغط حرف الكيو، لأنه هنا أنا حددت برضو أنه لما يضغط زر الكيو هي بتتسكر، وهذا بيسكر الكاميرا وارتباطها بالبرنامج إلى آخره. لازم تشوف بعض الفيديوهات على الأوبن سي في عشان تفهم هذه الأشياء. هذا فقط الكود للتبسيط. أنا بحط كل الأكواد نهاية الفيديو تحت الفيديو بالوصف. على كل الآن هنا هذا هو احنا بنشغل الاوبن سي في، او عفوا الاوبجكت ديتكشن في هذا الكود، وبوريكم كيف ممكن انكم تسووا بعض المداخلات للبرنامج. اولا هنا احنا بنستدعي الموديل، بنستخدم موديل امس ما في مشكله. بعدها احنا تكلمنا انه في 80 كلاس في الموديل هذا اللي هي مبني على الكوكو داتا سيت، في 80 كلاس. ال 80 كلاس تستطيع تستدعيهم بهذا الكود، انك تكتب موديل دوت نيمز وتحفظهم في هذا المتغير، فبيعطيني 80 كلاس، كل كلاس بالرقم الخاص فيه. هنا بعض المتغيرات البسيطة لتصميم المستطيل اللي بنرسمه على الصورة، بنشوفه بعد شوي، والكلام اللي بنكتبه فوقها. هنا بنفتح الكاميرا زي ما تكلمنا، بنتأكد انها انفتحت، بحدد طول وعرض الكاميرا مع الفريمات. هنا بنفتح الوايل لوب. لو تلاحظ هنا الآن بنقرأ الصورة، أول كنا بنقرأ الصورة هنا برضو، وعلى طول بنطبعها أو في شاشة الكمبيوتر، أو بنعطي كأوتبوت. هنا ما بنعمل هذه الحركة، إيش بنعمل؟ أولا بناخذ الصورة، في هنا متغيرين، هذا الفريم اللي هي الصورة، والريترن هذا بيكلمك هل هو أخذها أم لم يأخذها، هل هو صح أو خطأ، مو مهتمين بهذا المتغير حاليا اللي هو ريترن. فأول ما أخذ الصورة اللي هي فريم، بحطها في الموديل، لأن احنا نعرف الموديل هنا يولو وكتبنا، بحطها في الموديل هنا كسورس، واخليه يعطيني كاوتبوت حدود الكائنات او الاوبجكتس او الاجسام او ايا يكن. هو بيعطيني اوبجكت فيه عده معلومات، انا اخذ المعلوم اولا الصوره نفسها، بمجرد اني اكتب ايمج وفريم في بارنت في سكوير برا في سكوير براكتس اللي هو أقواس مربعة تحط في صفر، يعطيك الكائن الأول من لازم أشرحه بالتفصيل، بس ما في وقت أصلا أني بشرح كل شيء في هذا الفيديو. المهم بعد ما تأخذ العنصر الأول من هذا الليست من هذه الكائنات، وتنسخ الصورة كأري كنمباي، لأنه في النمباي لما تستخدم أري تتغير في كل المتغيرات، فلازم تستخدم في كوبي فانكشن. بعد هذا في هذا المتغير اللي هو الفريم 0 اللي احنا حددناه، ايش بنسوي؟ بناخذ في البوك، بنكتب لكل بوكس في هذه الصورة، لانه انتوا عارفين البوكس الواحد اللي احنا شفناه اول، انا مثلا كان بيعمل عليا بوكس، صح؟ هي عبارة عن عدة نقاط، لما احط القارورة بيحط عليها بوكس. فعن طريق هذا الكود البسيط انا اخذ هذه النقاط واخزنها عندي هنا في بعض المتغيرات، وايضا اخذ اسم الكلاس او اسم الصنف واحفظه في هذا المتغير، وبعدها اسوي نقاط، وبعدها اسوي انا مربعات، واكتب اسم الكلاسز اللي احنا عرفناها او اللي تعرفت عن طريق الخوارزمية. من بعدها استخدم الام شو، الام شو اللي تطبع او تستخدم الصورة كاوتبوت اللي هي هنا كنا بنعطيها على طول. بعد وقت طويل احنا بنستخدمها في شرح كثير بداخل هذا الكود، انما هذا فقط للرؤية، اعطى فكرة بسيطة جدا، وبعطيكم الكود تستطيعوا تستخدموه في اجهزتكم.
انا الان بشغل هذا الكود اللي هو detect عشان تشوفوا كيف ممكن يشتغل بايثون. detect هو في كلام كثير ما بيكون مفهوم في البدايه، لكن انت حاول فقط كل اللي معك الان انك تشغل الكود وتبدا كذا تندمج معاه ولو شوي. فالان انا اشغل الكود وبيشتغل، عبر بس الكاميرا تنفتح. الكاميرا انفتحت تقريبا، فبتلاحظ ان الكاميرا انفتحت. هو نفس المودل، انا خليت كل المربعات بنفس اللون. انت تستطيع تلعب بالالوان، تخلي كل مربع لون مختلف. فلو تلاحظ ان بيكتب لك بيرسون وهنا بيكتب لك باتل. استخدمناه زي امس الريموت مثلا، هذا ريموت. لو اعطينا كذا بيكلمك ان هذا ريموت كمان او ريموت، وهكذا. انا بسكر. فينا بعض المتغيرات البسيطه، طبعا ما في وقت حتى لتوضيحها، لكن باختصار شديد مثلا الكلاس ليبل هذا المتغير، هذا بيعطينا رقم الصنف وليس اسمه، لكن انا احطه في ديكشنري بداخل النيمز عشان يعطيني الاسم، ومن ثم اطبعه في هذا الاوتبوت. على كل هذا الكود بشكل بسيط اعطيتكم اياه. لماذا؟ عشان في الفيديو السابق او القادم عفوا، او في اي مشروع عندكم مثلا، انت حاب اول ما يشوف المشروع هذا انسان يعمل لك مهمه معينه، انت ايش ممكن تكتب؟ الكلاس رقمه صفر اللي هو الخاص بالبيرسون اللي بالانسان، فانت بتعمل اف ستيتمنت مثلا هنا، بس اعطيك انا خمس، بتعمل اف ستيتمنت وكذا لو الكلاس ليبل هذا يساوي صفر مثلا، يعمل لك اي مهمه مثلا برنت واو مثلا، او انا بخلي 39. ليش بخلي 39؟ لان هذه تقريبا هي رقمها 39 في الكلاسات في كوكود داتا سيت. فاول ما اسوي هذا الكود مثلا، لما يشوف هذا اللي بسوي بيطبع لي كلمه الواو. انتم طبعا ما بتعملوا هذه الاشياء سهله، انتم بيكون عندكم مشروع اكبر من كذا مثلا، لما يدخل انسان يفتح باب ممكن توصله عن طريق تكتبوا اكواد تتحكم بالمعالجات الدقيقه او الى اخره، في اشياء وفي افكار مختلفه جدا، انما هذا كمثال بسيط جدا. شوف هذا هو بيمشي بسرعه، عفوا خلي بس انزل بسرعه، هذا بيمشي بسرعه. لو احط القاروره هنا بتلاحظ انه بدا يكتب كلمه واو، اول ما ابعدها ما بيكتب واو مثلا. انا بس بحطها هنا بتلاحظ انه في كلمه واو بتنكتب بشكل سريع. حتى خليني اسكرها واوريكم. شوف واو هذه بدات تنكتب لما حطيت القاروره في الاعلى، ما كان بيكتبها في اسفل، لما حطيتها بدا يكتبها. هذا فقط مثال بسيط جدا عشان تشوف من كيف ممكن او اين ممكن اضع الاف ستيتمنت او الى اخره. هذه الفكره الخاصه بالفيديو الخاص باليوم، غدا او في الفيديو القادم بشرح كيف ممكن انت تدرب موديل خاص فيك. مثلا انا حاب ادرب موديل يتعرف على الوجه، وجهي مثلا، او حاب ادرب موديل يتعرف على كائنات معينه، على اوراق، على بطاقات، على ايا يكن. وبعدين ممكن تستخدمه بنفس الشكل الموديل الجديد، بتكتب كل ما سنفعله، احنا بنكتب الموديل الجديد هنا والامور بتكون طيبه.